مساء الخير، ازيكم في حلقة جديدة من برنامج Break Your Fast. النهاردة هوريكم عصير جديد وفريش وسهل، والانجريدينتس بتاعته موجودة في اغلب البيوت. اول حاجة بنستعملها التلج ورمان فريش، ده عبارة عن رمانتين فريش ونعناع برضو فريش وواحدة باربيكان ليمون او تفاح، وممكن برضو الباربيكان الرمان، بس ليمون اكتر واحده بتعمل طعم حلو مع الميكس ما بين النعناع والرمان. ودلوقتي هوريكم ازاي بيتعمل. اول حاجه هحط الرمان، دي عصاره بتاعت رمان فريش. كده خلاص خلصنا العصير. دلوقتي خلاص عصرنا الرمان، بقى عندنا جاهز، هنحطه في الخلاط مع الباربيكان والنعناع والتلج. النعناع نحط حبة كويسين لأنه بيدي طعم حلو قوي. دلوقتي العصير بتاعنا بقى جاهز، بتهيألي سهل وسريع وكل الانجريدينتس بتاعته موجوده. عايزاكم تجربوه، اكيد هيعجبكم. وهشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من برنامج Break Your Fast، وجبات ومشروبات سهله وسريعه رمضان.